بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا بنتقابل المرة دي أول مرة في السنة، طبعا وحشتوني من المرة اللي فاتت. احنا ابتدينا المرة اللي فاتت البيزك ألترا ساوند، وكان هو ده البداية أو التمهيد للمحاضرات اللي احنا هنقولها كلها، هنعتمد عليها. بس ما تقلقوش لو أي حد أول مرة يحضر النهاردة، كل حتة ليها علاقة بالبيزك هنقولها تاني. طبعا إيه شورت كده هنقولها مع بعض، بحيث ان احنا برضو ما نفوتش اي معلومه الا ونعرف الاساس بتاعها. احنا لما نيجي نتكلم عن الليفر اكزامينيشن بالالترا ساوند، هنقول من اول خالص هو العيان بينام في اني وضع وانا ببقى على اني ناحيه. العيان بينام عادي جدا زي اكني بعمل كلينيكال اكزامينيشن، ببقى على ايده اليمين، ببقى العيان عامل يعني مايلد فليكشن للني بحيث الانتيرو ابدومينال وول تبقى ريلاكسد، وببتدي اعمل اكزامينيشن للليفر. طبعا في مشكله دايما كبيره قوي 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 دايما بتواجهنا، هو انا لما بحط البروب اني حته في الليفر بتبقى اني حته في البروب؟ يعني ايه؟ يعني ان انا كتير قوي من الناس حتى اللي بيشرحوا الترا ساوند ما بيتعرضوش للنقطه دي، مع ان دي دايما للبيجينر بتبقى هي مشكله كبيره قوي بالنسبه لهم. انا حاطط البروب كده، العلامه الخضراء اللي حضراتكم شايفينها دي، هي فين هنا؟ طب وهنا دي بتمثل ايه؟ طب خلينا نقول هنا انا عندي هنا ده الابر بوردر اوف ذا ليفر وده اللور بوردر اوف ذا ليفر. لو انا عملت علامه هنا، العلامه دي بتبقى موجوده في الجهاز اللي هي العلامه الخضراء اللي فوق الدائره دي، دي موجوده على البروب من فوق. واحنا اتفقنا المره اللي فاتت لو انتوا فاكرين، اول مره شفت حضراتكم فيها المره اللي فاتت وده كان يوم جميل، لما شفنا لقينا ان البروب عليه علامه، العلامه دي بتبقى موجوده في الشاشه ودي بتمثل الابر بوردر اللي هو ناحيه الهيد، واللي ناحية التانية ناحية الفوت، ودي رايت وده ليفت هنشوف كمان شوية. يبقى أنا دايما مطالب اللي أنا أحط العلامة الخضراء دي اللي هي العلامة اللي موجودة في البروب أب ناحية الهيد. فكده أنا عندي العيان هو ده الأبر بوردر أوف ذا ليفر وده اللور بوردر أوف ذا ليفر. يبقى العلامة الزرقاء دي بتمثل الترطوفة الصغيرة، أيوة الترطوفة، ما تتخضش، الترطوفه بتاعت الليفر من تحت اللي هي مش ناشفه ولا حاجه، بس الترطوفه بتاعت الليفر هي دي اللور بوردر اوف ذا ليفر. يبقى ده قلنا ده الابر بوردر، يبقى العلامه الزرقاء اللي تحت هي اللور بوردر. يبقى الليفر لو شفناه هنرسمه بالشكل ده، يبقى انا لو حطيت البروب هنا كده، يبقى انا بشوف الليفر من اول هنا لغايه الحته اللي تحت دي. الحته اللي تحت دي هي الزرقاء، هي دي الترطوفة الصغيرة اللي هي الحتة اللي تحت دي اللي هي بتبقى thin part of the liver اللي هو the lower border of the liver، وهو ده اللي أنا بقدر أشوف الليفر بيه علشان أبقى متخيل أنا حاطط البروب إزاي وبشوف الصورة الانتربريتيشن بتاعها معناها إيه. لأن دي مشكلة دايما بتبقى موجودة وخصوصا في الأول، هو أنا حاطط البروب كده وأنا شايف الليفر كده، دي أنهي حتة في الليفر اللي أنا ببص عليها؟ يبقى انا مطالب اول حاجه ان انا احط العلامه اللي على البروب اب زي ما قلنا المره اللي فاتت كده، انا ضبطت الاناتومي مع الايه الريل لايف. ده كده البروب محطوط العلامه فوق، يبقى انا كده مظبوط، يبقى دي الزرق الخضراء اللي فوق والزرقاء اللي تحت. طب لو حطيته بالعرض ترانسفيرس، الترانسفيرس ده انا مطالب ان انا احط العلامه اللي على البروب ناحيه اليمين، علشان يبقى ده ناحية اليمين، يبقى ده تو فيسل موجودين، اللي على الناحية الشمال ده الأورطة واللي على الناحية اليمين ده الانفيريور ايه فينا كيفا. يبقى أنا كده عرفت لدب حطيت البروب مظبوط، بشوف الأناتومي مظبوط. وما طبعا أنا لو حطيته بالعكس هشوف برضه، بس ملوش لازمة، دايما اتعود من الأول وخصوصا لو كنت أنت في الأول خالص، دايما اتعود اللي أنت تشوفه مع الأناتومي اللي أنت حافظه علشان تبقى يعني مايندد، ما تقلبش الايه الصورة. تمام، هو في الاخر ممكن انت الجهاز يتظبط الصوره بتاعته شمال ويمين زي ما انت عايز، ولكن للتسهيل انا بقول لك ان البروب يتحط يبقى لا اما العلامه اللي على البروب اب او تو ذا رايت. يبقى دي كده تو ذا ليفت، يبقى ده الانفيريور فينا كيفا وده الايه الاورت. يبقى زي ما انتم شايفين ادي ده، ما انا حاطط العلامه مظبوط هنا تو ذا رايت، يبقى ده الاورطه وده الانفيريور فينا كيفا. لو ده الاورطه وماشي بترانز فيرتيكال، يبقى ده اول واحد خارج من الاورطه هو السيلياك، وتاني واحد خارج هو السوبيريور ميزنتريك، الهيد الناحيه دي والفوت الناحيه دي، يبقى دي اللور بوردر اوف ذا ليفر وده الابر بوردر
اوف ذا ليفر طالما انا حاطط العيان البروب فيرتيكال. لو حطيته ترانسفيرس العلامه هي ناحيه اليمين، يبقى ده الاورطه وده الانفيريور فينا كيف. يبقى ده النير فيلد وده الفار فيلد، عرفت كده. يبقى ده السكين وده الديافرام. طيب هنشوف الكلام ده تاني. انا وانا بعمل اكزامينيشن للليفر بفضل ان انا اخلي العيان يرفع ايده علشان تبقى الامور سهله في الاكزامينيشن. ادي اللانج وادي الديافرام، الديافرام تحته الليفر، والريسس ده مليان بالديافرام. الديافرام مش كده، الديافرام نازل على الليفر ومغطيه، وما بينه وما بينه ناثينج تقريبا الا الكبسول وهنا الكيدني. فانا لو حطيت البروب كده، ادي البروب اهو، هشوف ايه؟ هشوف الاول ديافرام، بعد كده ليفر، بعد كده كيدني. وده في الحقيقه اللي انا بشوفه. لو قلت ايه ده، يبقى ده الابيض ده الديافرام، ده مش الكفر بتاع الليفر، او ده مش الكبسول بتاع الليفر، لا ده الديافرام لافف حوالين الليفر. عشان كده لو لقيت ميه هنا او فلويد اللي هو بتبقى انيكويك، يعني حاجه سودا بلاك، بلاك جيت بلاك، ده بيقول ان في ميه، يعني بشخص بلورال افيوجن. ياه، يعني بتشخص بلورال افيوجن بالالترا ساوند؟ ايوه سهل جدا، لان اول مكان بيبقى فيه الفلويد هو الريسيس ده اللي هو الكوستوفرينيك انجل، وهو ده كوستوفرينيك انجل بيبقى فوق الديافرام، وده الليفر. ويبقى دي ايه؟ ما احنا عارفين، ما هي الكيدني هنا، يبقى ده الكيدني. يبقى انا الاناتومي دايما انا بحب، يبقى الاناتومي اللي احنا حافظينه من الاناتومي بتاع سنه اولى وثانيه، والجراحه اللي احنا حافظينها، يبقى ملائم للاناتومي اللي انا بشوفه بالسونار او بالاندسكوبيك الترا ساوند. دايما بحب اطبق الاناتومي بحيث ان انا ما بقاش ايه علم جديد، لا ده هو استمرار للاناتومي اللي انا عارفه طول عمري. يبقى احنا بنقول ادي حاطط البروب فيرتيكال في الميد اكزيلاري لاين، هشوف الليفر. ده مثال طبعا، انا ما بشرحش دلوقتي، انا بدي مثال بس ازاي بحول الالترا ساوند لاناتوميكال اكزامينيشن. فانا لو حاطط ده فيرتيكال كده، الاب اب اللي هو العلامه بتاعت البروب اب، يبقى ده اول حاجه الديافرام، بعد كده الليفر، بعد كده الكيدني. طالما انا ماشي مع الاناتومي عمري ما هتلخبط، لان الاناتومي بتاعي في ذهني انا عارفه كويس. الليفر اناتوميكال بيبتدي رايت لوب وليفت لوب وكوديت لوب. احنا عندنا الليفر بيتكون من تو لوب، رايت وليفت وكوديت. بيتكون من فين اللي هو الهيباتيك فينز الرايت والميدل والليفت اللي بينزلوا في الانفيريور فينا كيفا. البورتال فين، البورتال فين بيتقسم لرايت وليفت بورتال فين، ودول الفيسل اللي موجودين بقدر اشوفهم. هتقولي طب ما هو فيه هيباتيك. الارتريز ما بقدرش اشوفه قوي، ممكن اشوفه بس دخلته في بعض الاحيان، وساعات بيبقى فيري ديفيكلت اللي انا اشوفه لو الجهاز مش سنسيتيف قوي. فانا الاساس اللي انا لازم ومطالب اللي انا اشوفه في الفيسل هو الهيباتيك فينز والبورتال فين. طب افرق ما بينهم ازاي؟ قال لك دي تفرقه سهله جدا. الهيباتيك فين ملهوش وول. يعني ايه ملوش وول؟ الوول بتاعه هو التيشو اوف ذا ليفر، ما بقدرش اشوف الوول كانتيتي لوحده. بينما في البورتال فين هو بيبقى خط ابيض فايبرس تيشو ثين. طبعا لو كان ثيك يبقى ده ديزيز، يبقى بريبورتال فايبروزس. بس هو في النورمال البورتال فين بيبقى ليه وول ايكوجينيك، يعني ابيض منور في ما بينه وما بين الليفر تيشو زي ما انتم شايفين. يبقى ده هيباتيك فينز وده بورتال فينز، واتيفر ده المين برانش او سايد برانش، ولكن كلهم بيتفقوا ان ده ملوش وول وده ليه وول. الهيباتيك فينز بيقسم لي الليفر للسيجمنت بتاعتنا اللي احنا هنقولها كمان شويه. احنا عندنا الليفر فيه 8 سيجمنت اناتوميكال وسيرجيكال. البورتال فين ده بيبقى انترا سيجمنتال، يعني بكل سيجمنت منهم بياخد بلاد سبلاي من البورتال فين. احنا ده التقسيمه بتاعت السيجمنت، عندنا 2 3 4 5 6 7 8 طبعا، وفي واحد ورا اللي هو كوديت لوب. احنا بنقسمهم دول، ايتش سيجمنت هاز اتس اون بلاد سبلاي، اتس اون ليمفاتيك، اتس اون بيلياري درينج، فهم متقسمين سيرجيكال. عشان كده انا ممكن اشيل لوب لو في ماس هنا لا قدر الله، او في ابسس، او في كذا كذا كذا، اي حاجه اقدر اشيل سيجمنت من السيجمنت دي من غير ما ياثر على الليفر ككل، لانه بشيله بالبلاد سبلاي، بالليمف درينج، بالبيلياري درينج. احنا علشان نحفظهم هي متقسمه من واحد، الواحد ده ورا ل 8 مقسمينهم
على حسب اتجاه عقارب الساعة زي ما انتم شايفين. ادي 2 3 4 5 6 7 8. طبعا ده في وقت لما تبقى يعني بروفيشنال شويه في السونار او في الاندوسكوبيك الترا ساوند، يو ماست ايفالويت السيجمنت، وتقدر تحدد الليجن ده في سيجمنت كام علشان الفولو اب. ده مهم جدا في الفولو اب بعد كده ان شاء الله. ده الليفر من قدام ومن ورا، ركز معايا. السيجمنت اللي قدام طبعا مش بتخلص قدام، هي بتكمل لورا، فبتبقى عندي في الانتيريور بارت اوف ذا ليفر السيجمنت واضحه وبتكمل لورا، واحد ما بيبانش الا ورا، وعلاقته قويه جدا بالانفيريور فينا كيف. ادي الليفر برضو من قدام ومن ورا صوره ثابته. الليفر ادي 2 مكمله 2 ورا، 3 مكمله 3 ورا، وهكذا. وده ال 2 3 4 5 6 7 8. انا في الليفر اكزامينيشن الليفت لوب والرايت لوب بقدر اشوف السيجمنت من 2 و3 و4 مع الليفت، و5 و6 و7 و8 مع الرايت لوب. طبعا ادي الليفر برضو اناتوميكال، انا عايزك تتصور وتتخيل الليفر اناتوميكال شكله عامل ازاي. ادي الكدني هي اللي تحت، واخدين بالكم الكدني من تحت، فانا لما بحط البروب بشوف الليفر وتحته الكدني، يعني الليفر هو اللي بره اقرب للسكين منه للانر اورجان. انا حاطط هنا البروب اهو ترانسفيرس، ده ناحيه اليمين وده ناحيه الشمال، يبقى انا كده ده يمين وده شمال، ده انفيريور فينا كيفا، ده بورتال فين، ده شايفين الصوره الجدار بتاعه ابيض، ده الرايت لوب وده الليفت لوب. لو حركت البروب شويه بكمل على الليفت لوب، بشوف الليفت لوب الناحيه الثانيه اللي هو اللي واصل على الليفت سايد اوف ذا بودي، ده الهيباتيك ايه فين طبعا لانه ملوش وول خالص، فده ماشي هيباتيك فين. يبقى دي انفيريور فينا كيفا، ده الجول بلادر مش مشكله دلوقتي، وده البورتال فين عنده وول هايبر ايكويك. انا لما باجي ايفالويت الليفر في اكزامينيشن عشان اكتب تقرير وافي عن الليفر، لازم اعلق على اربع حاجات: السايز والتكشر، الهيباتيك فاسكوليتشر، والانترا هيباتيك بيلياري راديكال. السايز والتكشر، التكشر بيشمل حاجات كتيره قوي، بيشمل الديفيوز ليفر ديزيز والهيباتيك فوكال ليجن، وده اهم حاجه بشوفها في الليفر في الحقيقه هو التكشر. يعني لو قلت لي ايه اهم حاجه انت بتشوفها، هو التكشر. بشوف الليفر كله هوموجينس زي بعضه، ولو هوموجينس هل الايكوجينيستي بتاعته طبيعيه ولا هايبر ايكويك ولا هايبو ايكويك، هل في فوكال ليجن ليها ايكوجينيستي مختلفه عن بقيه الليفر ولا لا. الهيباتيك فاسكوليتشر، هل البورتال فين دايليتد ولا لا، هيباتيك فينز هل هي دايليتد ولا لا، والانترا هيباتيك بيلياري راديكال هل هي دايليتد برضو ولا لا. الانترا هيباتيك بيلياري راديكال هنتكلم عليها يمكن اكتر في الحته في المحاضره الثانيه النهارده ان شاء الله بتاعه البيلياري سيستم. طيب خلينا نشوف الاول حاجه السايز. الليفر ده اكبر اورجان في الجسم، يعني حاجه عظيمه قوي، هو اكبر اورجان، وزنه بتاع كيلو ونص، تمام، للي عايز يشتغل في محل كبده ولا حاجه بقى كيلو ونص، يعني هو ده الافريج للافريج ادلت ميل. وطبعا هو كمنه كبير قوي، فالكبير لازم ايه؟ لازم يتدلع طبعا. فعلشان كده بشوف السايز بتاعه بايفالويت الليفر من كل حته. هو في الحقيقه انا هقول لكم سر خطير، هو الليفر مش عندناش ليفر واحد، احنا عندنا اتنين ليفر. برافو عليكم. هو انا عندي اتنين ليفر، عندي رايت لوب اوف ذا ليفر وليفت لوب اوف ذا ليفر، كل واحد لازم ييفالويت لوحده. ما ينفعش ان انا اشوف الرايت ليفر واقول ان انا شفت الرايت لوب اوف ذا ليفر وانا واقول ان انا شفت الليفر، لا طبعا مشكله كبيره، لان ساعات بيبقى المشكله كلها في الليفت لوب مش الرايت لوب. ايفن السيروزس ممكن يبتدي في لوب قبل لوب، يا نهار ابيض، يعني مش كله ده يبتدي في كل، لا طبعا ساعات في بعض الاحيان بيبتدي الباثولوجي في ليفت لوب ويبقى الرايت لوب نورمال، فلازم اشوف ايفالويت كل الليفر من اوله لاخره، طبعا كبير حجمه كبير. انا مطالب ان انا اقيس الليفر في مكانين. المكان الاولاني اللي هو الميد كلافيكولار لاين، ليفت ميد رايت ميد كلافيكولار لاين، والمكان الثاني اللي هو الميد لاين. طبعا انا بقيس ده، طبعا انا لو قست هنا وتحركت سنه شمال سنه يمين، لفيت البروب الشمال لفيت البروب يمين، هيختلف المقياس من واحد لواحد. قال لك عشان كده انا لازم اخليه ستاندردايز. يعني ايه ستاندردايز؟ يعني لازم يبقى في الميد لاين بالظبط ويبقى فيرتيكال بالظبط، واقيسه من اول هنا لغايه هنا. هو ايه ده وايه ده؟ دي الترطوفه الصغيره اللي تحت زي ما اتفقنا، وده الليفر من فوق اللي هو الجزء ده. يبقى احنا لو قلنا يبقى ده الليفر تحت
اللي هو ده، دي الترطوفة الصغيرة اللي هو الريم الصغير بتاع الليفر اللي تحت، وده الليفر من فوق اللي هو المنطقة دي. المسافة في الميد لاين ما تزيدش عن 10 سنتي، وده اناتوميكال مظبوط. بالنسبة للميد لاين والميد كلافيكولار لاين اللي هو الرايت ميد كلافيكولار لاين، وده الأهم في الحقيقة، ده بيبقى ماكسيمم 15، ممكن اتغاضى واقول لغايه اقل من 16 اتس اوكي، بس 16 فيما فوق ده لا، ديفينتلي انلارجد ليفر، بروفايد اللي انا لازم اكون حاطط البروب فين؟ في الميد كلافيكولار لاين بالظبط، فيرتيكال، ما احطوش لا مايله شمال ولا مايله يمين. ليه انا برخم في الحته دي واقعد احدد كده؟ علشان خاطر اللي انا اعمله يبقى حضرتك تعمله، يبقى الاخ التاني يعمله، يبقى الدكتور اللي في المانيا يعمله، كلنا نعمل نفس المانوفر عشان نقيس نفس المقاس في نفس المكان. طب افرض الليفر متزحلق، خلاص ماليش علاقه، انا بقيس واقول ان في الحته دي الليفر في المكان ده طوله كذا. انت بقى الدكتور اللي انت هتبعت له هيقتنع ان ده انلارجد ولا لا، دي حاجه بتاعته هو مع الباثولوجي. كلمه انلارجد زي ما هنشوف دلوقتي مش كلمه دقيقه قوي. ليه؟ احنا الاول بس نكمل نشوف، ادي الليفر اهو في الميد لاين الليفت لوب، بشوف الحته دي واقيس من هنا لهنا واشوف اللينث قد ايه، ماكسيمم 10، ادي من هنا لهنا ماكسيمم 10 اللي هو الليفت لوب من هنا لهنا. عشان كده لازم اشوف بدايه الليفر، او مش بدايته، اللور بارت اوف ذا ليفر اللي هي الترطوفه، معلش الكلمه دي مهمه قوي لان هي دي اللي هتفكرك، الترطوفه بتاعت الليفر من تحت هي دي اللي لازم، ما ينفعش ان انا اشوف الصوره لغايه هنا واقيس من هنا، ما ينفعش، لازم ابتدي من هنا علشان اقدر اقيس يبقى دقيق. تمام، ادي الميد كلافيكولار لاين بقيس اهو، هشوف هنا وممكن اشوف هنا الجول بلادر وممكن اشوف الكدني لانها في سكتي، بس تبقى بعد الليفر، تحت الليفر، علشان انا الليفر تحت ايه؟ تحت السكين والماسل على طول، فبيبقى اكسسبل قوي بالالترا ساوند. يبقى من هنا لهنا ده الليفت، ده الرايت لوب اهو، ده الترطوفه اللي تحت، وده الديافرام اهو، ده الديافرام وبقيسه من قبل الديافرام، يعني هو القياس هنا غلط، هو المفروض انا اقيسه من الحته دي، عشان كده انا قست الديافرام كمان اللي هو 3 4 مللي بتوع الديافرام قستهم معايا، لا المفروض اقيس لغايه هنا بس. اللينث اوف ذا ليفر، انا لما بقول لك الليفر ده قد ايه في السونار ما تقوليش الميد كلافيكولار، ولو قلت لي رقم واحد يبقى انت قصدك الميد كلافيكولار. يعني لو قلت لي ده 14 يبقى انت قصدك ان الميد كلافيكولار 14. لو حاول لو عايز تقول ان ديتيل تقول لي اه ده في الميد لاين كذا والميد كلافيكولار كذا، بس لو قلت لي رقم مجرد كده، قلت لي اللينث اوف ذا ليفر 15، يبقى انا عرفت قانون بيني وبينك ان اللينث اوف ذا ليفر 15 معناه اللي انا قيسته في الميد كلافيكولار لاين اللي هو اللي رايت ميد كلافيكولار لاين. الفاريشن اللينث طبعا موجوده في الديفرنت بودي بيلت، واحد طوله 2 متر غير واحد طوله 160 متر، البودي ماس اندكس، الجندر، ميل ولا فيميل، وهل هو من السويد ولا السنغال ولا من جنوب شرق اسيا، طبعا اكيد هيختلف اللينث، كل واحد ليه الكاتيجوري بتاعته وليه الايه الجداول اللي ممكن اعرف اشوف فيها النورمال من غير النورمال. بس في مصر هنا الافريج بتاعنا زي ما قلنا 15، ممكن يزيد كم ملي لغايه اقل من 16 اتس اوكي. هل ده مظبوط 100%؟ لا، في الحقيقه مش مظبوط 100%، هو حاجه سبجكتيف برضو نتيجه اختلاف الاجهزه واختلاف البوزيشن اللي انت بتحطه، بس انت لو استاندردايز كل حاجه ممكن توصل ان انا وانت نتفق ان ده انلارج ليفر ولا لا. يبقى اكتر من او يساوي 16 ده يعتبر انلارجد ليفر، وابحث عن الباثولوجي. زي ما بنقول it's difficult to quantify as there is such a large variation ما بين الناس وبعضها. Direct measure are usually not accurate. Size usually assist subjectively. وهو ده نهاية الكلام اللي أنا بقول لك إن دي بتبقى حاجة تقديرية ليك، لو أنت قسته مظبوط مع الخبرة بتقدر تعرف إذا كان ده enlarged ولا لا. إحنا كده خلصنا أول نقطة في الليفر اللي هي السايز. تاني نقطة ودي أهم نقطة في الليفر، زي ما قلنا لو عايز نقطة واحدة نتكلم فيها عن الليفر هنقول التكشر. فالتكشر هي المعلم الكبير بتاع الإيفالويشن أوف ذا ليفر باي ألترا ساوند. طب التكشر إيه؟ قال لك والله هو عموما الليفر ده يونيفورم. يعني إيه؟ يعني ما تلاقيش حتة بيضة وحتة سودة، هو كل حتة كل دايرة فيه صغيرة. يعني انت لو خدت دايرة مثلا 3 4 مللي هتلاقيها ال 3 4 مللي دي زي ال 3 4 مللي اللي جنبها، ابيض في اسود ابيض في اسود بسترينث معين.
قال لك طب انا هعرف ازاي الليفر ده نورمال ولا لا كتكشر؟ قال لك اول حاجه يونيفورم. يعني ايه يونيفورم؟ يعني كله زي بعضه، كل الشكل بتاع الليفر، الحته دي زي الحته دي زي الحته دي زي الحته دي، تمام. ايه كمان؟ قال لك والله انا بقدر اعرف الليفر. طبعا انت لما بتشتغل على جهاز لازم الاول، لو انت متعود على الجهاز هتعرف. طب لو اول مره، لو اول مره لازم تقارن الليفر بالاورجن اللي حواليه. طب هو ايه الاورجن اللي حوالين الليفر؟ قال لك والله انا عندي الكيدني، عندي رينال كورتكس ورينال مظله، عندي البنكرياس، ممكن اقارنه بالسبلين. طب ايه الاسترينس بتاعه؟ كلمه استرينس، قال لك الاسترينس يبقى كبير، اللي هو يبقى الليفر ابيض، يعني ايكوجينيك، يعني مبيض منور برايت. كل دي حاجه واحده بتعني ان الليفر ده بقى اكثر بياضا. طيب هايبو ايكويك زي ما قلنا المره اللي فاتت وهنقولها دلوقتي تاني للي ما حضرش اول مره، هايبو ايكويك يعني اسود من اللي انا بقارن بيه. طيب انا عايز اسهلها لكم خالص، هقول لك حاجه سهله قوي. الاكثرهم بياضا هو البنكرياس، واكثرهم سوادا هو الكيدني كورتكس، الحته دي مش المظله، المظله بيضه ماليش دعوه بيها، انا بتكلم على الرينال كورتكس. يبقى اكثرهم بياضا هي البنكرياس، يليها السبلين، يليها الليفر. فالليفر نعتبره ميديوم سترينث ايكو ما بين البنكرياس والسبلين على ناحية اللي هم أكثر بياضا، والكيدني على ناحية اللي هي أكثر سوادا. لو الليفر بقى مبيض قوي ده باثولوجي، ممكن يبقى سيروزس، ممكن يبقى فاتي ليفر، ممكن يبقى بالهرزيزس. ولو بيني وبينك كمان لو أكثر سوادا بيبقى في الأكيوت هيباتيتس، ممكن يبقى زي مظلم، بيقول لك يبقى الليفر ظلم قوي، هايبو ايكويك قوي. ده فيري رير اللي احنا نشوفه الحقيقه، عشان كده انا مش عايز اشغلكم بيها، بس انا بقارن ما بين الليفر البنكرياس والسبلين بيبقى اكثر بياضا، الكيدني كورتكس مش اي حته في الكيدني اكثر سوادا. احنا بنقول ده انا بقارن السواد والبياض او الهايبو ايكويك والهايبر ايكويك بالحته اللي حواليها. لو قلنا ده التيشو وده الحته اللي ظاهره، ده ايه؟ ده هايبر ايكويك بالنسبه للي حواليه. طب وهنا ده هايبو ايكويك بالنسبه للي حواليه. طب هنا ده ايزو ايكويك متساوي. طب هنا مفيش ايكوز خالص، الايكوز معديه وما رجعتش خالص، فاسمها انيكويك. وزي ما قلنا المره اللي فاتت في اول مره شفناكم فيها وده كان يوم جميل، قلنا ان الانيكويك ده معناها ان ده فلويد، فلويد يطلع بلاد، يطلع يورين، يطلع ووتر، يطلع اي ايه فلويد، كلير فلويد، ده معناه ان هو يبقى انيكويك. يبقى هنا انيكويك، هنا هايبر ايكويك اكثر بياضا، وهنا هايبو ايكويك. طيب الايكوجينيستي اوف ذا ليفر زي ما اتفقنا اللي هي المهم تبقى هوموجينس، لا في حته بيضه قوي ولا حته سوداء قوي، كلهم زي بعض، الحته دي زي الحته دي زي الحته دي زي الحته دي، بروفايد اللي انت مظبط صوره السونار بتاعك ومخليه الايكوجينيستي بتاعته متساوي. زي ما اتفقنا ان احنا بنقول بنقارن الليفر باللي حواليه، البنكرياس اكثر بياضا، السبلين اقل شويه، الليفر وبعد ميديوم سايز سترينث، والكيدني اكثر سوادا. طب انا بنساهم افتكر ايه؟ قال لك والله انا بسلك ايه؟ بنكرياس، سبلين، ليفر، كيدني، بسلك الطريق بتاعي، فانا بفتكر ان البنكرياس هو الاكثر بياضا، والكيدني هي كيدني كورتكس هي اكثرهم سوادا. زي ما شايفين البنكرياس مبيض، وطبعا مع الايدج كمان بيبقى اكثر بياضا لانه بيبقى فيه فاتي انفلتريشن اكتر. وهنا الكيدني اكثر سوادا زي ما انتم شايفين، لو قارنا ده بده هنا الايكوجينيسي بتاعتها هايبو ايكويك اكثر سوادا. هنا السبلين، السبلين اكثر بياضا زي ما قلنا، ده ابيض من ده. في صوره لطيفه قوي بيقول لك لو الليفر كبر قوي ومع انه ومع احتفاظه بالشكل بتاعه الايكوجينيسي الطبيعي بتاعه ولازق في السبلين، بيبقى ده الشكل بتاعنا، ده الليفر اهو مسود والبنكرياس مبيض، فيبقى الليفر مور هايبو ايكويك ذان ذا سبلين. هو طبعا مع البراكتس هتبقى الموضوع ده بالنسبه لك سهل جدا، لانك انت هتبقى حافظ بعينيك الشكل ده والشكل ده، بس هو في الاول بيبقى صعب شويه انك تعرف الليفر ده ايه اخباره. طيب الليفر عايزين نعرف كمان الاوت لاين، الاوت لاين بتاع الليفر المهم يبقى سموس، حاجه كروشيال في الاكزامينيشن اللي انت لازم تركز جدا في الليفر سيرفيس، اللي هو يبقى سموس اوت لاين، ما يبقاش معرج، لو عرج ده سيروزس، دي حاجه خطيره جدا، اوعى تتلخبط فيها واوعى تنسى تبص عليه. الليفر اهم نقطه فيه اللي انت تشوف السيرفيس بتاعه، هل هو ريجولر ولا لا.
امال السيرفيس الكبسول اللي هو البليسون كبسول، هل هو بيتشاف في الحقيقه؟ لا، هو بيبقى خط ابيض رفيع جدا، صعب جدا انه يتشاف الا لو كان فيه فلويد، لو فيه ميه هنا اسايتس يعني، ساعتها ممكن اشوف الليفر كبسول اللي هو الجليسون كبسول زي ما انتم شايفين اللي هو ده. طيب الليفر سيروز، انا عندي خمس حاجات مهمه جدا ادور عليها، وده يمكن اهم حاجه في الاكزامينيشن اوف ذا ليفر، واكتر حاجه بتطلب من حضرتك، هل الليفر ده نورمال ولا سيروتيك ليفر؟ انا احفظ معايا خمس نقط تحفظهم صم: الريجولار سيرفيس لو موجوده يبقى دي مع السيروزس، كور ستيكشر ابيض واسود قوي قوي وممكن تبقى فيه نوديول ايزو ايكويك ريجينريشن نوديولز، اللي تحس ان في نوديولز بس انت مش قادر تحددها هي فين، مش قادر تحدد البوردر بتاعتها، ولكن الحته دي والحته دي والحته دي ممكن تقول عليها دي نوديولز بس مش واضحه، ساعتها تفكر في سيروزس. او لو طبعا في اسايتس، طبعا الاسايتس ممكن يبقى حاجه تانية، يبقى تي بي مثلا اسايتس او اي حاجه، بس انا بقول ان ده مع ده بيعضد فكره ان ده ليفر سيروز. اخر حاجه لارج كوديت لوب، لانه ليه بلاد سبلاي مختلف فما بيتاثرش قوي بالسيروزز، فبيبقى محتفظ بحجمه بينما الليفر كله يبقى شرانكن. يبقى الريجولار كورس ايزو ايكويك ريجنريتد نيديول اسايتس لارج كوديت لوب وممكن يبقى شرانكن ليفر في الاخر. دي اشكال مختلفه، هنا عندنا هنا كورس ليفر، هنا في الريجولار سيرفيس اهو، ده مش سموث، هنا يمكن سموث، ده بدايه في كورس سيروزس كورس تكشر، هنا ده الريجولار سيرفيس، طبعا هنا الريجولار سيرفيس واضح جدا والكورس، وكمان في اسايتس، فالراجل ده جاب كل الايه الاسباب. هنا برضو ريجنريتد نيديول والريجولار، هنا برضو الريجولار اهو لو نوضحها الخط الاحمر ده الريجولار سيرفيس، وهنا الريجولار سيرفيس وفي ماس كمان هنا. طبعا وجود ماس بيقول لك ان في هبات سيرو كارسينوما، طبعا دي برضو من الحاجات اللي بندور عليها زي ما هنشوف كمان شويه. نقطة تانية كانت زمان موجودة أكتر من دلوقتي، البري بورتال فايبروزيس، ده كانت بتإنديكيت إن العين ده بالهرزيال. طبعا أنا لا تخطئها العين، بتبقى خيوط بيضة اللي هي الفايبرس تيشو متجمعة حوالين البورتال سيركيوليشن المين بورتال فين والسمول برانشز بتاعة البورتال فينز، بتبقى فيه هايبر ايكوجينيتي زي ما أنتم شايفين الخطوط البيضاء دي، لا تخطئها العين، بتبقى واضحة جدا جدا، ليها بارامتر طبعا لو كانت أكتر من كذا وأوسع من كذا وموجودة في البريفري ولا في السنتر. طبعا يعني الكلام ده بقى رير قوي اللي احنا نشوفه أصلا، يعني احنا قلما نشوف الحاجات دي دلوقتي، كنا بنشوفها زمان من 15 20 سنة يمكن كانت على طول في الليستة في حالات كده، دلوقتي بقى فين وفين لما نشوفه، يمكن يعني بقى لنا سنين ما شفناش بالصورة اللي نقدر نقول إن هي حاجة مهمة يعني. آدي حالات تانية برضو بري بورتال فايبروزيس، آدي البورتال وآدي الفايبروزيس حواليه بري بورتال فايبروزيس، بتقول لي ان ده بالهرزيس او احتمال البالهرزيس. نيجي لمرض العصر اللي كل الناس دلوقتي بيتكلموا عنه، وان هو ده في الحقيقه ده مستقبل الهيباتولوجي في العالم كله، بيعتمد على الفاتي ليفر ديزيز. طبعا انا افكركم ببساطه خالص، الهيلثي ليفر بيحصل له حاجه اسمها دبل او تريبل هيت ثيرابي هيت ثيوري، ان هو بيحصل له مشكله كاما انتي اوكسيدنت او بيتعرض لاي ديزيز او انفايرومنتال فاكتور يتحول لفاتي ليفر. الفاتي ليفر ده بيبتدي بنون الكوهوليك فاتي ليفر ديزيز اللي هو سيمبل ستياتوزيس، بعد كده بيتحول اللي هو السكند هيت بقى يحصل له ناش اللي هو نون الكوهوليك ستياتو هيباتايتس، يكبر الليفر يبقى فيه انفلاميشن ويبتدي يحصل بدايه الفايبروزيس، بعد كده لا اما الناش ده يكمل بانه فايبروزيس وخلاص او يبتدي يخش في سيروزيس، وساعتها العلامة الحمراء دي بتقول ان ده irreversible، يعني العيان ده الاثنين دول لو خسوا ممكن يرجعوا healthy liver تاني، بينما ده لو دخل في cirrhosis مستحيل يرجع تاني. وطبعا للأسف cirrhosis ممكن كمان يقلب hepatocellular carcinoma. ايه ده يعني بداية الفاتي ليفر ممكن تنتهي ب HCC hepatocellular carcinoma؟ ايوه طبعا، نسبة قليلة جدا جدا الحمد لله، ولكنها موجودة للأسف. فطبعا الفاتي ليفر ده هو مستقبل الهيباتولوجي، وأي يعني هو كل الأبحاث دلوقتي بتشتغل الهيباتايتس سي والبي إن شاء الله في مساره إن هو ينتهي ليتر أون إن شاء الله، بينما الفاتي ليفر هو اللي شكله مكمل معانا شوية. طيب إيه دور السونار بقى؟
انا عايز بس نتكلم ونتفق على حاجه، ان السونار ما بيشخصش فاتي ليفر. ايه ده؟ يعني كل السنين اللي احنا عايشينها ونقرا في التقرير فاتي ليفر ده غلط؟ ايوه غلط، لان الفاتي ليفر ده باثولوجيكال دايجنوز. انا لازم عشان اقول واحلف ان ده فاتي ليفر لازم اخش بابره واخد عينه واشوفها تحت الميكروسكوب واقول ان ده نون الكوليك فاتي ليفر ديزيز. امال ايه؟ قال لك والله ده هو جود سكريننج، اللي انا اقول والله في الغالب العيان ده فاتي ليفر. هل هو 100% فاتي ليفر؟ لا. يعني ايه؟ يعني ممكن يطلع ليفر فايبروزيس، ممكن يطلع هيباتايتس كرونيك هيباتايتس، ممكن يطلع المرحله ما بين النون الكوهوليك استياتو هيباتايتس وداخل في سيروزيس. الحاجه الثانيه، السونار ما يقدرش يفرقني ما بين النون الكوهوليك فاتي ليفر والاستياتو هيباتايتس، ما اقدرش افرق بالصورتين دول. على الناحيه الثانيه، السونار ما يقدرش يفرق او ما يقدرش يديتكت لو الفات في الليفر اقل من 30%. يعني لو الليفر 20% منه فات فاتي تيشو والباقي نورمال ليفر، ما يقدرش يفرق يقول لك ده الليفر ده نورمال باي الترا ساوند. علشان كده هو مش دقيق قوي، ولكنه هو في نفس الوقت هو افضل ميثود اوف سكريننج. طب انا مطالب بايه؟ مطالب ان انا لما اجي اكتب التقرير ما اقولش ان ده فاتي ليفر. امال اقول ايه؟ اقول ده برايت ليفر موستلي فاتي ليفر to be correlated with liver function test and hepatitis marker. لان ممكن عنده يكون chronic hepatitis C او chronic hepatitis B ويدي نفس الصورة في الالتراساوند بتاعة الايه؟ الفاتي ليفر. فعشان كده انا مش عايز اطول اكتر من كده، بس دي نقطة كروشيال قوي، لان كتير قوي من العيانين بيفقدوا ان هو يتعمل له الالتراساوند يقول لك ده فاتي ليفر، يا عم مش مشكلة، دي حاجة بسيطة عند كل الناس، ويطلع في الاخر ده hepatitis C مثلا، وكان ممكن يتعالج ويجي لك المره بعدها بليفر سيروس، وساعتها هيبقى الريفرس. تمام، النقطتين دول هو ده اللي انا بقدر اشوفه في السونار. الاثنين دول ما بقدرش افرقهم عن بعضهم، بقول ان ده برايت ليفر. طيب انا اعرف ازاي البرايت؟ اول حاجه البرايتنس ده زي ما اتفقنا ان هو لازم يبقى مقارنه ما بين حاجه وحاجه، فانا دايما بحط الكيدني هي الايه اللاند مارك بتاعي، بروفايد ان الكيدني نورمال، اللي انا قارن الليفر تيشو بالكيدني. المفروض الليفر يبقى أكثر بيضا شوية، بس لو أكثر بيضا كتير، لو الليفر وضاء والكيدني سودة قوي بالنسبة له، ساعتها بقول إن ده برايت ليفر موستلي فاتي. زي ما أنتم شايفين هنا الليفر منور قوي والكيدني ضلمة أكتر من الطبيعي، هي دي الطبيعي كده، شايفين الفرق بين هنا وهنا، الدنيا منورة قوي. الحاجة التانية الفار فيلد ما يبقاش واضحة. يعني إيه؟ يعني أنا أشوف أدي أول حتة من الليفر، طب والحتة اللي جوه ضلمة ليه؟ اصل هو الالترا ساوند ويف وهي داخله خلصت، يعني ايه؟ كلها خبطت في الفات هنا، والفات هنا ايكوجينيك بيرجع الالترا ساوند ويف، زي ما قلنا المره اللي فاتت بيرجع الالترا ساوند ويف، فبيخليها بياض شديد البياض اللي هي اول حته. هنا برضو واضح قوي ان الكيدني سودا خالص بالنسبه للليفر اللي هو منور، وهنا الكيدني الليفر مش باين اصلا نتيجه ان الالترا ساوند ويف خلصت في الاول. طيب احنا قال لك والله زياده في يعني في التنظيم عندنا ثلاث حاجات او ثلاثه ستيج للليفر للفاتي ليفر. قال لك حاجه اول جريد 1 ده بيبقى انكريز ان فاين ايكوز، اللي هو بيبقى اكثر بياضا بالمقارنه بالكيدني. طب رقم 2، رقم 2 بيبقى اكثر بياضا برضو من الكيدني، ولكن بيزيد حاجه اللي انا امبيرد فيجواليزيشن اوف انترا هيباتيك فيسل، ان الفيسل ما بتبقاش واضحه قوي، بتبقى بليرد. ليه؟ لان الالترا ساوند زي ما بقول لك خلصت في الاول، فابتدت تبقى تضعف، فما بقتش تشوف، ما بقتش تشوف الحتت الديب في الليفر. الحاجه الثانيه ان الديافرام بيبقى برضو مش واضح قوي. الجريد الثالث اللي هو اصعب جريد او اكثر يعني انكريز الفات في الليفر، البنك الديافرام ما بشوفوش خالص، انا مش شايف هنا ديافرام. الايكوجينيك الايكوز او الالترا ساوند ويفز والايكوز اللي راجعه خلصت قبل ما توصل للديافرام، لان الليفر فيه فات كتير، خلص لي الايكوز، خلص لي الالترا ساوند ويف وما بقاش يرجع ايكوز ليا. فدي الثلاثه جريد بتاعه الفاتي ليفر. طيب الليفر فاتي ليفر ممكن يعمل خدعه عظيمه جدا وتخلينا نترعب. الليفر ساعات لما يحصل ديبوزيشن للفات في الليفر ما يحصلش هوموجينس في كل الليفر، فيجي يبتدي في حتت فتبقى الحتت دي بيضة. طب والحتت الثانيه دي؟ الحتت ده نورمال ليفر تيشو لسه ما حصلوش ديبوزيشن للفات جواه،
فيبتدي يبقى الليفر فيه بطش بيضة، ده early fat deposition. يا نهار ابيض، طب ما انا هقول عليها فوكال ليجن. ايوه اقول مفيش مشكله، بس انا عشان تبقى انت مطمئن اكتر ممكن تعمل اللي انت عايزه. عايز تطلب سي تي اطلب، هو السي تي اتعمل عشان الحاجات دي، مفيش مشكله. اوعى تبخل انك تطمن على العيان بانك تعمل له سي تي ترايفيزيك عشان تتاكد فيه فوكال ليجن ولا لا. لو طلعت نورمال ادي احنا فرحنا، لو طلع فيها مشكله ادي احنا عرفناها من الاول. فطبعا ما تترددش. الالترا ساوند مش تشخيص نهائي، ده تشخيص مبدئي بيدخل العيان في كاتيجوري انه يكمل انفستيجيشن بعد كده. طيب انا ليه، ايه اللي يخليني اعرف ان دي فات ديبوزيشن ولا هيباتوتيل كارسينوما مثلا؟ اول حاجه ان هي بتبقى برايت، الحاجه الثانيه بتبقى دايما حوالين الفيسل، بتبقى دايما حوالين الجول بلادر زي ما انتم شايفين، ما بتاثرش على الفيسل، يعني ما يحصلهاش انفلتريشن جوه فيسل. لو عملت دوبلر هتلاقي الفيسل دي كلها وجواها الليفر نورمال فاسكوليتشر انسايد الاريا دي. الحاجة الأهم بقى اللي هي بتبقى جيوغرافيكال شيب، بتبقى شكل الخريطة، يعني انتوا شايفين هنا كده دي خريطة ألمانيا مثلا، نفس الشكل بتاع الخرائط، بيبقى مش بطشة، مش 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 هايبو إيكويك أو بتبقى ماس مثلا، لا دي بتبقى جيوغرافيكال شيب. العكس بقى، العكس ان ممكن يكون كل الليفر بقى فات وفي حتة صغيرة لسه الفات ما حصلوش ديبوزيشن، لو جبته كمان 3-4 أسابيع هلاقي الحتة دي بقت بيضة زي إخواتها. برضه نفس الحكايه، بتبقى جنب الجول بلادر، بتبقى جنب الفيسل، محترمه الفيسل، جيوغرافيكال ديستريبيوشن. لا يا عم انا خايف، خايف اعمل التراس، اعمل سي تي تراي فيزيك سي تي. بالعكس، عمر ما العيان يقول لك يا عم ده انت طلبت السي تي وطلع نورمال، لا الحمد لله، يقول لك ده الحمد لله انا اطمئنيت. فطبعا السي تي معمول للكلام ده، اللي انت تتاكد ان دي، لان لو طلع فوكال ليجن طبعا هيبقى العيان خسر كتير جدا. فدايما ما تبخلش على العيان باي انفستيجيشن في الحته دي، علشان الميستيك هنا هيبقى ميستيك مش لطيف خالص. بس انت دايما بتطمنه، بتقول له ده 99% ده فوكال فات سبيرنج، نتيجه ان انت عندك دهون على الكبد، وان الكبد كله اتملى دهون ما عدا الحته دي. فالحته دي لو انت جيت لي بعد 6 اشهر هلاقيها بقت زي اخواتها اللي حواليها. طب انا قلقان، انت قلقان، اعمل سي تي على طول. الفوكال فات، الفوكال ليفر ديزيز، احنا بنقول ان الفوكال ليفر ده لا اما بيبقى بناين او مالجنانت، برايمري او سكندري. لو انت شكيت طبعا السي تي والايه البايوبسي. انا يهمني قوي ان انا افرق ما بين حاجتين كبار جدا في الفوكال ليفر، هو ده سيستيك ليجن ولا سوليد ليجن. طب ليه انا بهتم بدي؟ لان هي دي الحقيقه التفرقه الكبيره في الموضوع اللي اقدر ادخل العين في كاتيجوري معين. لو سوليد بعمل له انفستيجيشن معينه، لو سيستيك بفكر في حاجات تانية خالص. فعشان كده مبدئيا انا عايز افرق ما بين السيستيك والسوليد، وانت لو قدرت تفرق ما بين دي يبقى انت عملت حاجه عظيمه جدا. كلمه السر في السيستيك الانهانسمنت. يعني ايه انهانسمنت؟ يعني بيبقى وراها حته منوره. يعني ايه؟ يعني دي انا اقدر احلف لك ان دي سيستيك. يعني ايه سيستيك؟ يعني وول وجواه فلويد كلير، ما فيهوش اي تيشو هنا. طب ليه؟ لان الحته اللي تحتها دي بيضه. ده معناه ايه؟ ان الالترا ساوند دخلت من فوق، حصلها اوجمنتيشن جواها نتيجه فيزيكس معينه، وابتدت تنور الحته اللي بعدها هنا. هنا اهي سيست، مع ان فيها تيشو اهي، او فيها دبرز اهي، او فيها نيكروتيك تيشو، بس هنا دي سيست. ممكن تبقى مالجنانت سيست، انا مش فارق معايا الكلام ده، انا مش قصدي على انها تبقى مالجنانت ولا بناين، بس بقول ان دي سيستيك ليجن مش سوليد ليجن. هنا اهي طبعا دي منوره واضحه جدا، ادي سيست كلير اهي، وتحتها ايكوجينيستي انهانسمنت، بوستيرور انهانسمنت، واضح جدا هنا برضو منور اهو، كل ده بوستيرور انهانسمنت اهو، متشاور عليها اهي الحته دي منوره عن الحته اللي جنبها نتيجه الايكوجينيستي داخله من هنا لهنا. ايه اللي بيحصل؟ الانهانسمنت ده الالترا ساوند ويف بيخش جواها، بيحصل لها اوجمنتيشن، بتعمل انهانسمنت للحته او بتنور الحته اللي تحتها، نفس الشكل اللي احنا شايفينه ده، ادي سيست، والحته اللي تحتها دي منوره بالمقارنه بالحته اللي جنبها. الكلام ده قلناه الحصه اللي فاتت او المحاضره اللي فاتت. هنا ادي ماسه اهي، بس هنا لا، ده هنا الوضع مختلف، هنا مفيش ايكوجينيستي، مفيش انهانسمنت، وشكلها برضو هايبو ايكويك. لا لا لا، ده لا تكون ماس، انا خايف جدا، دي ما سكتش ابدا، دي لازم اعمل لها سي تي تراي فيزيك سي تي، لان ملهاش بوستيريور انهانسمنت، دي مش سيست، لا ده ماس، ممكن تبقى اتش سي سي. اللي بعدها هنا دي ماسه اهي او سيست، معرفش، عملت لها دوبلر ولقيت فيها بلاد فلو. الله، ده بلاد فلو ده عمره ما يبقى في السيست، يبقى دي ماس،
لا ده تبقى حاجة خطيرة جدا، دي مش سيست دي ماس. يبقى دي الأساليب اللي أنا بقدر أحدد إذا كانت دي سيست ولا ماس، وهي دي يعني لو عملتها في الفوكال ليجن يبقى أنت عملت حاجة عظيمة جدا. الهيباتيك سيست، الهيباتيك سيست ممكن تبقى كونجينيتال، اللي هو بيبقى كونجينيتال دايليتد بايل داكت، تكبر تكبر تكبر، ممكن تبقى واحدة أو اثنين أو ثلاثة، ممكن تبقى أكتر، ممكن تبقى مع الكيدني في البوليسيستيك كيدني ديزيز بيبقى أسوشيشن معاها، بفرق ما بين الهيمانجيوما السيستادينوما وهكذا. هنا في مالتيبل سيست اهو، وان كانت الكيدني سليمه مالتيبل سيست وفيها انهانسمنت بوستيرور انهانسمنت، فده بيقول لي ده احتمال ان دي بوليسيستيك كيدني بوليسيستيك ليفر. برضه هنا في سيست وان كان جواها كونتنت، ممكن تبقى ابسس ما اعرفش، ممكن تبقى اي حاجه، ولكن دي اقدر اقول ان دي سيست فيها بوستيرور انهانسمنت. سيست وبوستيرور انهانسمنت برضه بالرغم ان هي ريجولار برضه سيست وبوستيريور انهانسمنت، سيست وبوستيريور انهانسمنت دي مالتيبل. البايوجينيك ابسس نفس الحكايه، هي سيست جواها كونتنت ومعاها العيان، يبقى عنده كونستيتيوشنال سيمتومز، فيفر، رايجور، رايت هايبوكوندريال بين، كل الحاجات دي. لو سحبتها الاقي باص، عملت لها كلتشر اقدر اعرف النوع بتاع ال 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 الاورجانيزم. هنا برضو دي ابسس ولسه ما حصلش كومبليت ليكويفاكشن جوه. طب انا عرفت من ابسس ازاي؟ انا ما عرفتش من الشكل ده، انا الالترا ساوند علم وصفي، انا بمسك الحاجه واقعد اوصف فيها واحط ديفرنشال دياجنوزيس اثنين او ثلاثه اتس اوكي، او لو كانت حاجه مالهاش ديفرنشال دياجنوزيس بقول، بس انا مش مطالب ان انا اشخص 100% في الالترا ساوند عشان ما احملش الالترا ساوند اكثر مما يحتمل، وساعتها اخش بيه في منطقه الدياجنوزيس الغلط اللي انا اقدر اخلي العيان يتوجه توجه غلط. انا معايا موداليتي كتير، عندي ام ار اي، عندي سي تي، عندي اندوسكوبيك الترا ساوند، عندي حاجات كتيره جدا اقدر اعملها، اقدر اشخص بيها. السونار هو بيفتح لي باب اوضه الدياجنوزيس للعيان، مش هو النهايه ابدا، هو دايما البدايه. الابسس هنا كده برضو ده ابسس، برضو ابسس وفي ديبرز والوول ثيك والريجولر. هل تقولي طب ما يمكن مالجنسي وجواه ليكويفاكشن؟ ايوه طبعا ممكن، وممكن مالجنسي وحصل عليه سكندري انفكشن، ايوه صح. انا مش مطالب ان انا اعرف ايه ده، انا مش بتاع باثولوجي، انا بتاع صور، بشوف الصوره اوصفها واقول لك ده موستلي كذا فور كذا فور الترا ساوند فور سي تي فور سي تي ويز كونتراست وهكذا. برضه هنا ابسس ومعاه رياكشن اهو، ده بلورال افيوجن، ادي الديافرام اهو، ما تقوليش ده الديافرام، لا الديافرام هنا اهو تحته اهو، وده رياكشن بلورال افيوجن برضه هنا ابسس. إيه طبعا الهايداتد سيست من الحاجات اللي كومنلي قوي بقدر اشخصها بالسونار او بقدر اوجهها بالسونار. يعني يجي لي العيان عنده رايت هايبوكوندريال بين الاقي فيه سيست، السيست ده لو كان سيمبل كده ممكن اقول ده سيمبل سيست موستلي هايداتد. طب ما ممكن يبقى سيمبل اللي هو ما كونجينيتال، ممكن طبعا، بس دايما انا بعمل الكرايتيريا كلها واشوف الكلينيكال بيكتشر بتاعت العيان ايه اخبارها. طبعا الموست كومن برزنتيشن من الايكينوكوكال سيست اللي هي بتبقى سيمبل، ممكن تبقى مالتيبل، ممكن تبقى مالتيبل اللي هي الصوره اللي احنا دايما بنحب نشوفها او اللي احنا متخيلين ان هي دي اكثر صوره ممكن تيجي، لا بالعكس هو السيمبل سيست ان هي دي، هو ده الموست كومن برزنتيشن بتاع الهايداتد سيست. طبعا الهايداتد سيست بيبقى ليها لايرز كتيره، لايرز ليها علاقه بالليفر من بره وعلاقه للجرثومه نفسها جوه، علاقه في دوتر سيست انسايد. طبعا اللايرز دي كلها هي دي اللي بقدر اعلي احتماليه التشخيص ان هي هايداتيك. عملوا تقسيمه ظريفه جدا للهايداتيك سيست، قال لك والله على شكل الهايداتيك سيست في السونار، وهنا بقى دي قيمه بقى بتاعه السونار الكبيره قوي، قال لك ان انا على حسب الصوره والشكل هبتدي اعالج. قال لك والله لو سيمبل سيست دي ممكن ادي له الالبندازول بس لفتره كبيره وخلاص، لو كده لا لازم مثلا لو في حاله زي دي لا دي لازم اسبيريشن وانجكشن. فقال لك ان انا هقسم تقسيمه الليفر هايداتيد سيست اكوردنج لالترا ساوند بيكتشر، حط لها انواع اذا كان ده اللي هو السيستيك كينوكوكوزيس اللي هو يونيولوكيولار اللي هو ده، لو قلنا هنا سي سي اي 1 سي اي 1 واقل من 5 سم يبقى البندازول بس، طب سي اي 1 واكتر من 5 سم يبقى البير تكنيك مع الالبندازول. ايه البير تكنيك ده؟ اللي انا بخش بابره واسبيريت الكونتنت واحقن جواها ماده
الماده دي ممكن تكون بتدين مثلا وري اسبيريت وانجكت تاني وري اسبيريت، فدلعوها وقالوا لها البير تكنيك اللي هو بانكشر اسبيريشن انجكشن وبعد كده اند ري اسبيريشن تكنيك. فده الدور بتاع الالترا ساوند اللي هو بيحطني على بدايه خطوات العلاج، يعني علاج دي غير علاج دي، لان دي مثلا ده محتاجه سيرجري اللي هو سي اي 2. سي اي 2 هنا اللي هي ايه؟ اللي هي المالتي سيبتيتد روزيت شيب هاني كومبنج اللي هو الشكل ده، ده ساعتها لازم كاثترايزيشن او سيرجري برضو بالاضافه للالبندازول. انا مش جاي اشرح الهايداتد النهارده، انا جاي اقول ان الالترا ساوند بيحط لي الهايداتد سيست في كاتيجوري على اساسها بقدر اعالج بيها. تمام، دي الاشكال بتاعتنا، كل دي هايداتد طبعا، ده زي ما قلنا ده الموست كومن وده الكلاسيك. ده الكلاسيك اللي انت اللي احنا ما بنشوفوش كتير في الحقيقه، عكس ما حضراتكم متخيلين ده هو اللي احنا بنشوفه كتير اللي هو سيست سيمبل سيست. هنا ده الهايداتد، ده الشكل الكلاسيك بتاعها اللي مش موجود في الحقيقه كتير. الاميبك ابسس ما هو الا ابسس، برضه ما بقدرش اقول ان ده اميبك، انا ما دخلتش جواها وعرفت ان هو اميبك، لازم اعرف لا اما بتست او باسبيريشن. طبعا ده بيبقى سيفير ابدومينال بين، من الحاجات الكاركترستيك بتاعتها بتبقى ابدومينال بين وكونستيتيوشنال سيمبتومز، ممكن يقلب بايوجينيك. ده هيباتيك ابسس طلع اميبيزيس، طلع برضه هنا اميبيزيس. الهيماتوما لو واحد حصل له تروما او رابتشر انيوريزم او كذا انسايد ذا ليفر بيحصل له هيماتوما، لا اما انسايد او سب كابسولار هيماتوما. طب انا بقدر اعرف ايه؟ انا بقدر اعرف ان فيه هيموريج، بقدر احدد الهيموريج ده جديد ولا قديم، يعني هو لسه نازف النهارده او امبارح ولا بقاله 3 4 ايام. بعرف ازاي؟ لو كان الدم ابيض في السونار ده الهايبر ايكوجينيك، ده مع الريسنت هيموريج، لو قعد كام شويه اكنه بيصفى، الكونتنت بتاعته بتصفى وبيبقى فاضل البلازما بس، ده بتبقى هايبو كانها فلويد، فبيبقى هايبو ايكوك. طبعا انا بقدر اشوف يعني هنا ده انترا هيباتيك هيموريج الابيض ده، ده حصل تروما وحصل خبطه للليفر فحصل له هيموريج. طبعا ده في الامرجنسي الترا ساوند مهم جدا جدا، اللي واقف في طوارئ لازم وجاي له حادثه وعنده ابدومينال بين يبص لازم على الليفر اذا كان في هيموريج انسايد ذا ليفر زي ده ولا اوتسايد ذا ليفر زي ده، ده بقاله كام يوم لانه ابتدى يبقى مسود وابتدى يحصل كالسيفيكيشن كمان في الجدار بتاع الهيماتوما. هنا برضو ده سب كابسولار هيماتوما بقالها كام يوم، هنا برضو دي سب كابسولار بقالها كام يوم ابتدت تبقى ابيض على اسود، برضو هنا سب كابسولار. هنا هو دي انواع بقى الهيماتوما، ده فيديو لطيف قوي. احنا عندنا هنا ادي الليفر اهو، في هنا هيموريج من التيب اوف ذا ليفر من الحته دي، وفي الفلويد اللي هو ده البلاد. هنا حصل تير في الليفر بقى، الليفر دخل فيه سكينه مثلا وحصل قطع للليفر نفسه اهو، وحصل حواليه رياكشن بليدنج. ادي الليفر اهو مقسوم نصين، واضح ان هو حصل واحد ايه جزار قطع الليفر هيعمله ساندوتش. تمام. الهيمانجيوما دي من الحاجات اللي بتخض العيان قوي، بتخض العيان لان العيان طبعا خصوصا لو راح لدكتور وقال له ده عندك بؤره على الكبد او وحمه على الكبد، هو العيان مش فاهم يعني ايه وحمه، يقول له يعني ورم، يعني انا هموت، يعني كذا. طبعا دي مشكلتها ان هي موجوده في 5% من الناس، الناس بتبقى منزعجه جدا اول ما تقول له الكلام ده، علشان كده لازم تقولها له بطريقه لا تطمنه 100% لانك انت مش متاكد، لانك انت الترا ساوند مش سي تي، ولا تخوفه وتقول له ان الموضوع خلص، لا احنا بس ممكن بنحدد الهيمانجيوما، وبرضه بتبقى نسبه 99% انا ببقى عارف ان دي هيمانجيوما. هقول لك ازاي دلوقتي، هي بتبقى مور كومن في الفيميل، موجوده اكتر على الرايت لوب، مالتيبل في 30% في 10% من الحالات، بتبقى حجمها صغير اقل من 3 سم، ده الكومن، بس فيه للاسف الانكومن. بتبقى كلاسيكالي هايبر ايكويك، يعني مبيضه، حته بؤره بيضه منوره في الليفر، دي في 80%، ودي بتعرف احنا نشخصها وبنبقى مطمنين العيان واحنا مطمئنين. المشكله في ال 20% دي ان ساعات بتبقى الهيمانجيوما هايبو ايكويك، ودي تبقى ما بقدرش افرقها عن الهيباتوسيلر كارسينوم. بس لو لقيت العيان عنده 30 سنه وما عندوش ليفر سيروزس ولا عنده هيباتيتس بي، بقى انا بطمئن وبرضه بطمن العيان مبدئيا لغايه ما يعمل السي تي.
وطبعا انا بعمل له الفولو اب عشان اتاكد اكتر. زي ما انتم شايفين دي هايبر ايكويك حجمها اقل من 2 سنتي. هنا طبعا دي كلاسيك هيمانجيوما برايت وليفر سليم, مش 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 ليفر سيروزس ولا حاجه, فبطمئن. برضو هنا برايت, هنا دي واضحه قوي برايت ماس وموجوده حجمها اقل من 2 سنتي, يبقى انا بقول دي بوستلي هيمانجيوما تو بي كورليتد وسترايفيزك سي تي لو انا شاكك. برضو هنا اهي دي كلاسيك هيمانجيوما, احفظوها بعينيكوا, حته بيضه, بقعه بيضه في الكبد, وريجولر وما فيهاش اي مشكله. لو كانت الريجولر, لو كانت جيوغرافيكال افكر في ايه؟ ايوه تمام, فاتي انفلتريشن, يباتك فوكال ليش كفات انفلتريشن. هنا بقى شكلها مش مريح, يعني هي مش هايبر ايكويك قوي ولا هايبو ايكويك. لازم هنا اعمل في اللي فاتت دي اعمل له سي تي في الحقيقه. هنا دي شكلها برضو هايبر ايكويك, هنا برضو شكلها مش مريح. لا انا ما اقدرش اشخص هنا, ما اقدرش اقول كلمه هيمانجيوما, هقول هيباتيك فوكال ليجن مايلدلي هايبر ايكويك تو بي كورليتد ويز سترايفيزك سي تي. هنا بقى الوضع جاي, هي طلعت في الاخر دي هيمانجيوما ولكنها هايبو ايكويك ولارج ماس, دي 6 سنتي. لا انا ما اقدرش اقول هيمانجيوما بسلام كده وانا واروح العيان, لا لازم اكتب في التقرير ان لازم اعمل ترايفيزك سي تي لازم. إيه طبعا زي ما احنا قلنا دي اعاده بقى الفات ماس والفوكال سبيرنج. ده الفات ماس ده حته نزل فيها فات في الاول, فاول حته في الكبد نزل فيها فات بقت اسمها فاتي انفلتريشن. اخر حته يعني كل الليفر بقى فاتي ما عدا حته بقى اسمه فوكال سبيرنج. هنا دي فات اهي, دي الحته دي فاضيه, الحته دي فيها فات, هنا في فات, هنا دي الحته دي هوموجينوس. انا اقدر افرق ازاي ان دي فات او نورمال؟ هي ده كله برايت والحته دي ضلمه, طب دي نورمال ولا مش نورمال؟ قال لك والله دي شكلها نورمال. ليه؟ اول حاجه جيوغرافيكال, مش واخده دايره كده ولا ايه حاجه واضحه. الحاجه الثانيه البلاد سبلاي اللي حواليها مش افكتد خالص, يعني لا عملت انفلتريشن ولا عملت مشكله جوه الايه السراوندنج بلاد فيسل. برضه هنا دي سبيرنج, مفيش هنا فات, برضه هنا سبيرنج اهو, دي واضحه قوي كل ده فات وفات محترم قوي, وهنا مفيش فات, هنا فات اهو ابتدى يديبوزيت. في بعض الحاجات الثانيه الاورام الثانيه اللي هي بناين برضه, ولكن هي مشكلتها اللي انا اقدر اعرف ان دي كانت بناين ولا لا. زي الفوكال نودولار هايبربليزيا دي, لما الاقي واحده ست عندها 20 سنه 30 سنه وعندها ماس, طبعا برضو بقول لها لازم تعمل سي تي, ولكن انا ببقى بقول احتمال كبير ان دي تبقى فوكال نودولار هايبربليزيا. دي بتبقى فاريبل سايز وفاريبل ايكوجينيستي, ومن هنا الفاريبلتي ايكوجينيستي صراحه ما بتطمنيش خالص, لان انا ما بقدرش احدد 100% دي ايه. فما فيش حاجه اسمها 100% في الحاجات الفوكال ليجن دي, الا في بعض الحاجات زي الفات سبيرنج والفات ديبوزيشن, ساعتها بتبقى واضحه قوي, ولو شكيت فيها برضو السي تي مهم. زي ما تقول هي هنا كده ماس كبيره قوي, مش عامله كومبريشن لاي حاجه حواليها, وان كانت طبعا شكلها مش مريح خالص خالص خالص, طلعت في الاخر فوكال نيدل هايبربليزيا. الادينوما لو لقيت برضو واحده ست بتاخد اورال كونتراسبتيف, بيبقى في احتماليه كتيره كبيره قوي لو طلع لها فوكال ليجن في الليفر ان هي تبقى اي ادينوما. طيب زي هنا برضو, وان كان برضو شكلها مش مريح. طبعا السي تي هنا مهم قوي, انا زهقتكم الكلمه دي, ولكن انا دايما بقول ان السونار مش هو نهايه المطاف, هو بدايه المطاف. الهيباتيور كارسينوما دي المشكله الكبيره بتاعتنا, لو لقيت عيان عنده سيروزس, عنده هيباتايتس بي, وجاي يعمل سونار ولقيت فوكال ليجن, لازم تاخدها محل الاهتمام الشديد جدا جدا جدا, لانها في الغالب بتبقى اتش سي سي. طيب بيبقى شكلها ايه؟ بتبقى في الغالب هايبو ايكويك, ودي كاركترستيك, بتبقى ممكن تبقى سنجل او مالتيبل زي ما انتم شايفين كده. ده هايبو ايكويك ليجن, دي هيباتسيلولار كارسينوما, وسوبر امبوزد على ليفر مش كويس. يعني ايه ليفر مش كويس؟ يعني ليفر سيروتيك. ادي سيروتيك ليفر, وادي ماس شكلها اتش سي سي. برضه هنا اهو ماس اتش سي سي ماس, وبالترايفيزيك طلعت اتش سي سي. الميتاستاتيك برضه هو ده بيبقى على نورمال ليفر في الغالب, بيبقى
فاريبل ايكوجينيستي، ممكن تبقى بيضة، ممكن تبقى هايبو ايكويك. دي مالتيبلستي، هي اللي كلمة السر فيها المالتيبلستي، راوند مالتيبل فاريبل سايز ليجن في الليفر، وخصوصا لو كان نورمال ليفر فساعتها بقول ان العيان ده شكله ميتاستاتيك ليفر، جاي من كيدني، جاي من كولون، جاي من كيدني، جاي من لانج، واتيفر هي جايه منين. طبعا هنا في مالتيبلستي عنيفه جدا جدا. كل النقط الصغيره دي، كل الدوائر دي، بقدر اقول ان دي مالتيبل ميتاستاتيك ليفر ديزيز. كل ده دي ودي، هنا برضو مالتيبلستي عنيفه جدا، هنا برضو نفس الحكايه، الليفر شكله مليان مرشق ماسز. هنا طبعا الابيض ده كل دي ماس. هنا الميتاستاتيك على حسب بقى هي جايه منين. في بعض الناس يقول لك ده شكلها جايه من الكولون علشان الايكوجينيستي بتاعتها بالشكل الفلاني، طبعا ده بيبقى اوفر قوي، ولكن بعض الناس الخبره في الموضوع ده بيقدروا يعرفوا الاوريجين او بيسسبكت الاوريجين كمان. دي انواع مختلفه من الميتاستاسيس، ميلياري ميتاستاسيس، لارج نيكروتيك ميتاستاسيس، برضو هنا نفس الحكايه. الهيباتيك فاسكوليتشر، انا ببقى عايز اعرف ان البورتال فين ده، اول حاجه زي ما اتفقنا ان البورتال فين والهيباتيك فين بقدر افرق بينهم، ده ايكوجينيك وول وده الوول بتاعه، هو الوول بتاع الليفر. ده بيؤدي الى الانفيروفيناكيفا، ده بيؤدي الى البورتال فين لو مشيت معاه. طبعا هو ميزتهم ان هم بيقسموا لي السيجمنت، لو احنا عندنا ان شاء الله في وقت من الاوقات نقدر نقسم لكم او نشرح لكم السيجمنت اوف ذا ليفر، دي بتبقى محتاجه ديتيلز شويه في الاناتومي. البورتال فين بقدر اقيسه عند مدخل الليفر، الطبيعي بيبقى 13 ملي اقل من، ممكن يوصل لو العيان واكل فبيزيد البلاد سبلاي جواه وواقف وديب انسبيريشن ممكن يوصل لاب تو 16 ملي. لو اكبر من كده بقدر اشخص ان ده دايليتد بورتال فين اللي هو مع البورتال هايبر تنشن. طبعا مهم قوي ان افرق ما بين الهيباتيك فين والبورتال سيركيوليشن. طبعا الانفيريور فيناكيفا بيشوف اذا كان بيحصل له كولابس مع النفس ولا لا. الفينز دي بتكونجستد، لو كي كونجست ليفر لو اكتر من 2 سم الانفيريور فيناكيفا وما بيكولابس وما بيحصلوش كولابسنج كولابس نوت كولابس وذ ريسبيريشن، فساعتها بقول ان ده احتمال ان ده يكون كونجستد ليفر. الليفر اخيرا انا بقول ان الليفر ده انا لازم اعلق على السايز، وده حاجه سبجكتيف، مش كتير من الناس بيحبوا يقولوها في الحقيقه، بيقول لك ده مايلد هيباتوميجالي ولا لا وخلاص، ما بيقولش ارقام. وبعض الناس بتقول لازم اكتب ارقام في الميد كلافيكولار، الميد كلافيكولار لاين رايت سايد لو اكتر من 15 ولا يعني لو اقل من 16 ولا اكتر من 16. الشيب والاستراكشر، الشيب بنقول السيرفيس ريجولار ولا ريجولار، في هايبر ايكوجينيستي ولا هايبو ولا نورمال، كورس ولا نورمال ايكو باترن، هل في ماس فوكاليجن ولا لا، الهيباتيك فينز دايليتد، البورتال فين هل في بري بورتال فايبروزيس ولا لا. احنا بنقول المحاضره دي ان شاء الله هتبقى موجوده او هي موجوده ان شاء الله على الايجل اللي هو الايجيبشن اكاديمي فور جاسترونترولوجي، وعلى صفحه اليوتيوب تشانل لو حضراتكم تحبوا تراجعوها مع المحاضره الاولانيه ان شاء الله. يحصل لنا الف الف بركه وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.